مباراة غريبة شوي اليوم. ايه اليوم غريبة اليوم. بس هذا القانون ولازم يتطبق. يعني اللي صار هو عين العقل. بس اليوم تطلع عندك لاعبين المنتخب اللبناني صار في اليوم حالة تضارب بينهم بين علي حيدر وكريم عزيزين. بتصير هذا بتصير. بس بتصير. لاعبين بيلعبوا مع بعض مع المنتخب اللبناني عايشين مع بعض عايشوا فترة طويلة مع بعض بكأس العالم. حتى ما نحمل أكتر ما بتحمل بتصير هذا شيء طبيعي. التنشن كان عالي وصار في تضارب تقطع بسيطة منا آخر الدنيا يعني. خبرنا شو التحضيرات والخطط اللي عم تعمل كلجنة منتخبات وطنية استفيد من وجودك معي. نحن اليوم عم نعمل تراي أوت لكل شيء اسمه منتخب لبنان أندر 12 ذكور وإناث وأندر 14 كمان ذكور وإناث. عندنا لأول مرة حتصير في بطولة غرب آسيا بلبنان حنستضيفها بديسمبر بعد ما أقل من 20 يوم إذا الله راد ابتداء من 7 ديسمبر بلبنان. أوكي. في ملعب معين نهاد نوصل؟ بعد ما حددنا بس في ملعبين مبدئيا لازم يكون. وهذا الشيء أول مرة بيصير وكنا قلنا أنه لبنان هو اللي طلب هذا الموضوع نعطي تشانس للعيبة الصغار أنه هن يكونوا أخذوا نمر منك سبق. بس أنا نمر واحد. ليكونوا الصغار عم يعملوا عم يلعبوا بطولات ويقدروا ياخذوا اكسبوجر تبعهم وياخذوا الاكسبيرينس.